إذن سيادنا، صباح الخير عليكم. صباح الخير على كل الناس اللي متابعين معنا هذا اللايف الصباحي مباشرة من أمام استئنافيات مدينة فاس. في هذه اللحظات كيف ما كنشوفوا، يعني المحاكمة رقم 12 من الجلسة ديال المتهم عبد العالي حامد الدين بقتل بن عيسى آية الجيد. كما كنشوفوا يعني أطوار هذه المحاكمة فهي بقت مستمرة لعدة سنوات. اليوم الجلسة الثانية 12 12، واللي كذلك غادي يستقبلها يعني القاعة الجلسات رقم 2 بمحكمة الاستئناف بفاس. في هذه اللحظات كنشوفوا استنفار أمني بمحيط محكمة الاستئناف قبل وصول المتهم من أجل الاستماع إليه. كما كنشوفوا محيط المحكمة فكله يعني كيعرف واحد الاستنفار أمني بنصب الحواجز الحديدية. لكن ما كنشوفوا لحظات وغادي يتم الوصول ديال المتهم لمحكمة الاستئناف إلى القاعة رقم 2. حنا كنعرفوا هذه الجلسة رقم 12 من بعد عدة جلسات تمهيدية وتفصيلية بالمحكمة الاستئناف. كما كنعرفوا في هذه الأثناء فمحيط محكمة الاستئناف كيعرف استنفار أمني قبل وصول عبد العالي حامد الدين لمحكمة الاستئناف بفاس. كنعرفوا أكيد هذه الجلسة 12، وكنشوفوا السادة المحامين الأساسيين فهما كيلتحقوا للقاعة في انتظار وصول المتهم. ان كما كنشوفوا جميع العناصر ديال المرور فهي كتامل المسلك امام محكمه الاستئناف قبل وصول يعني المتهم. كنعرفوا انها يعني دائما ستكون واحد الضغط على مستوى الطرق قبل المحكمه، لكن مشكورين كل يعني رجال الامن خصوصا القطاع المرور اللي كيامنوا دائما الحركيه ديال المرور. بما ان كنعرفوا هذا المحيط ديال المحكمه في هذه اللحظات كيعرف استنفار امني بعد يعني نصب هذه الحواجز الحديديه قبل وصول المتهم عبد العالي حامد الدين في الجلسه رقم 12 بعد عده جلسات مطوله. كما كنشوفوا الاساسيده المحاميون فهما التحقوا بالقاعه قبل لحظات من انطلاق الجلسه بقسم الجنايات بالقاعه رقم 2 بمحكمه استئنافيات مدينه فاس. لأن في الجلسة فهي ابتداء الساعة 10 صباحا بالقاعة رقم 2 من قاعة غرفة الجنايات بالمحكمة الاستئنافية بفاس. كنعرفوا يعني هذا الملف فهو ملف قديم منذ سنة 1993 لحد الآن، يعني الأضواء ديالو فهي مازالت جاية في القضاء. واليوم هذه أول جلسة من بعد جائحة كورونا واللي تحددت في هذا التاريخ، واللي كنشوفوا يعني جميع الأساتذة المحترمين من المحامين فهم التحقوا يعني بالقاعة في انتظار انطلاق الأشغال ديال هذه الجلسة اللي هي كتصنف من الجلسات 12. فالأجواء كما كتشوفوا المحيط ديال محكمة الاستئناف فهو يعني كاين واحد الاستنفار أمني بالحجز الحواجز الحديدية.
اكيد ان بعض الناس اللي هما يعني كيسولونا في التعاليق يعني ديال اش المحاكمه وامتى، وربما ما عندهمش درايه، فالكل يعلم بهذه القضيه اللي هي قضيه قديمه اللي ستعود لسنه 1993 بعد مقتل الطالب بن عيسى عيد الجيد بكليه الحقوق بإدهار المهراز. الان يعني الملف مازال طويل، الملف مازال في القضاء. اكيد الناس اللي بغاو يعرفوا يعني الملف كامل باش تاخذوه من يعني من الاول حتى الاخير، فيمكن لكم تطالعوا في جوجل ديروا قضيه مقتل الطالب بن عيسى ايت الجيد وغادي تعرفوا التفاصيل، لان يعني التفاصيل طويله وتفاصيل يعني فيها بزاف ديال المراحل، ما غاديش نقدروا حنايا باش نعطيكم التفاصيل ديالها. كلكم تتابعوا يعني جميع المنشورات اللي كتعلق في جوجل باش تعرفوا القضيه اكثر فاكثر. فاليوم فالمحاكمه رقم 12 بمحكمه الاستئناف بمدينه فاس، في اللحظات في انتظار يعني وصول عبد العالي حميد ديال التحقيق بالقاعه رقم 2. كيف ما شفنا وكما كتشوفوا معنا الاساتذه محاميون فهما كيلتحقوا بالقاعة في انتظار وصول المتهم عبد العالي حميد الدين وكذلك وصول عين الشهود والطرف الثاني. كما دائما كنقولوا بالنسبه للموضوع حنا اللي تنكونوا كنهضروا عليه، بزاف ديال الناس بزاف المواطنين ما تيكونوش عندهم درايه بالموضوع او ربما ما كيدخلوش حتى اللايف باش يعرفوا الموضوع علاش حنا كنتحدثوا، وكيجي وكيعلق يعني بتعاليق اللي هي سلبيه. المهم الله يعطيكم الصحه الناس اصحاب نجمه 6، حاولوا تشوفوا لا فيديو تعرفوا المحتوى ديالو عاد ديك الساعه تناقشوا معنا من خلال التعاليق. فحنا دائما على راس العين غادي نجاوبوا جميع التعاليق سواء الايجابيه سواء السلبيه، فما علينا ان الدور ديالنا هو اننا نجاوب كل المواطنين والمواطنات وكل خوتنا اللي متابعين معنا في هذا اللايف. زعما لي لو حب هذا انكم يعني تطلعوا على الفيديو وتشوفوا يعني المحتوى، وديك الساعه عاد شاركونا بالاراء ديالكم واخا تكون سلبيه ولا ايجابيه. ان اصحاب نجمه 6 يعني ما كيشوفوش لا فيديو، عندهم حق في واتساب فيسبوك يعني ما كيعرفوش الموضوع وكيدخلوا من اجل الانتقاد، ودائما اللي كان انتقاد يكون انتقاد بنا ومحبب التعاليق ديال كل مواطن ومواطنات. اذا نرجعوا دائما كنقولوا حنا في المحيط ديال محكمة الاستئناف مدينة فاس بعد لحظات يعني وصول المتهم عبد العالي حميد الدين من اجل المحاكمة اللي كان عفوا هذه الدورة رقم 12. كيف ما قلت للناس يعني الكل كيسولني يعني على هذه القضيه، وهي القضيه طويله يعني الا جيت باش نعطيكم التفاصيل ديالها راه خصني مده ومده ومده. يعني باش قلت لكم الواقعه فهي ملخصه يعني الكل كيعرفها، الكل متابع الشان الاجتماعي يعني الشان يعني المحلي غادي يكون عارف وادرى بهذه القضيه اللي هي كتعود لسنه 1993. ولكن الا جيت نعاود لكم عليها دابا غادي نخرجوا على الموضوع وغادي نسرقوا وقت طويل. لهذا قلت لكم الا بغيتوا تعرفوا الحيثيات ما عليكم انكم تدخلوا لجوجل ديروا قضيه مقتل بن عيسى عيد الجيد، راه هي قضيه كبيره وقضيه كيعرفها الراي العام كله، وغادي تتابعوا القضايا وغادي تقراوا وتعرفوا يعني القضيه من الاول حتى التالي، لان القضيه طويله. ولا جيت بقيت نعاود لكم غادي نسرقوا وقت طويل، ربما نطول عليكم وسمحوا لي لان الناس ربما قالوا علاش قلنا دخلوا لجوجل ولا شي حاجه، ولكن للمعرفه اكثر وتزيدوا يعني تغني واصل المعرفه ديالكم عليكم انكم ما فيها والو الزول بوابه، وغادي تعرفوا يعني الحيثيات من الاول ولا الاخر. يمكن لكم ديك الساعه تواكبوا معنا يعني هذه التفاصيل ديال المحاكمه رقم 12 اللي كتجرى اليوم بمحكمه الاستئناف وبالضبط بغرفه الجنايات رقم 2. ديال اللحظه كنشكر كل من التحق بنا، نتمنى صباحكم يدوز بخير وخير على بخير وعلى خير. كنرحبوا بكل جميع التعاليق الايجابيه والسلبيه
ديال كل المواطنين والمواطنات اكيد دائما كتبقاو فوق راس والعين، فما حنا الا اننا نقابلوا لكم كل حاجه كبيره وصغيره، نقابلوا لكم كل الاخبار والحصريات كلها المتعلقه بمدينتكم وفي مدينه فاس. اذا كما كنشوفوا حنا كنتواجدوا بمحيط محكمه الاستئناف بفاس من اجل يعني الحضور وتغطيه اشغال محاكمه عبد العالي حميد الدين في الجلسه رقم 12 اللي كتجرى دائما في استئنافيه فاس، وبالضبط في القاعة رقم 2. إذا اللحظات خليكم معنا بشوية، دابا غنرجعوا بعد انطلاق الأشغال ديال المحاكمة باش نقابلكم جميع يعني الأخبار والتغطيات الحصرية والمباشرة. دائما معكم محمد فليل الزهري مع هذا لون ديريكت، من دابا شوية غادي نرجع لكم.